السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنخش بقى في شغل الجد. الدروس اللي فاتت، كل الدروس اللي حكينا فيها في الصيف دي كانت دروس طبعا مهمة، ما تقلش أهمية على أي درس هنحكي فيه إن شاء الله بإذن الله. بس من هنا ورايح بإذن الله هنخش بقى في شغل الجد. من كام يوم في بعض الإخوة المحترمين الصيادين او الهواة بعتوا لي على الصفحه بتاعتي ان انا اعمل يعني اتكلم عن الشور جيج، واتكلم عن الجيجنج وعن الطعوم الاصطناعيه وكده. يعني ان شاء الله النهارده هنبدا اول حاجه هنحكي في الجيجنج. الجيجنج ده يا جماعه من افضل الهوايات ومن افضل الرياضات في البحر الاحمر لرياضه صيد الاسماك. انا عايز الناس تركز تركيز عالي يا جماعه عشان خاطر الدرس ده هو مهم فوق ما تتخيل، سواء لو حضرتك مبتدئ صيد او خبرتك ضعيفه في الصيد، او سواء حضرتك خبره في الصيد، يعني ممكن يعني نستفاد من حضرتك في حاجه وحضرتك تستفاد برضو منها. في حاجه برضو عايز اكد عليها كويس يا جماعه بالنسبه للدروس اللي احنا بنحكي عنها ديت، دي عباره عن ان احنا افكار، يعني مثلا انا مثلا بقول معلومات ومثلا بفيد حضرتك معلومات وبستفاد بمعلومات حضرتك. الكلام دوت يعني في لقيت في استفاده ليك اهلا وسهلا، ما لقيتش استفاده مفيش اي مشاكل، ممكن حضرتك تكتب لنا تحت في التعليقات ايه لو حضرتك عندك مثلا معلومه جديده او حاجه احنا ما قلناهاش ممكن حضرتك تفيدها. يعني برضه هقول حاجه مهمه، الكلام اللي انا بحكي فيه ده هو ممكن يحتمل الخطا والصواب، لكن معظم الحلقات ديت بتكون بناء على دراسات شخصيه وبناء على قراءات وبناء على خبره سنين في البحر وفي مجال الصيد، فبترتب عليها ان الواحد يعني بيعرف يفيد اخواتنا الصيادين والناس اللي هو ان شاء الله باذن الله على 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 الحاجه اللي احنا نعرفها. يعني ان شاء الله باذن الله النهارده يا جماعه هنبدا اول حاجه درس من دروس الجيجنج. الجيجنج ده هو يعني في خمس اقسام للجيجنج عشان الناس تبقى فاهمه. اول حاجه الجيجنج او في خمس طرق لصيد الجيجنج. اول حاجه الفاست جيج وده اصعبهم، يلي الميديوم جيج او الجيج الوسطي، تالت حاجه السلو جيج اللي هو الجيج البطيء، تالت حاجة المايكرو جيج وده أصغر أنواع يعني الجيجات في الصيد، خامس حاجة ودي الأخيرة دي حاجة بتسمى الشور جيجنج. الشور جيجنج ده إيه الفرق بينهم؟ الأربعة الأولانيين يا جماعة، الأربعة الأولانيين يعتمدوا على صيد المراكب بنسبة يعني 90%، والحاجة الأخيرة للشور جيجنج ده بيعتمد على صيد الشواطئ فقط لا غير. يعني صعب هتقول لي واحد مثلا ممكن يقول لي طب انا ممكن اعمل مثلا الجيجا مثلا بتاع الفاست جيج او الميديوم جيج او السلو جيج ينفع اعمل بيها شور جيج من على الشط؟ الموضوع هيكون صعب نظرا لان حجمها كبير ووزن الجيجا نفسه وزنه كبير، فبالتالي افضل حاجه لطريقه الجور جيج بتبقى الجيجا اللي هي مثلا 30 جرام 40 جرام بتكون خفيفه، وممكن الماكرو جيج برضو يمشي شويه على شط على صيد الشور جيجنج يا جماعه. وهشرح دلوقتي لحضراتكم ان شاء الله باذن الله اللي فرق بينهم وازاي انا ابدا اعمل جيج. مبدئيا في نقطه مهمه عايز كل الناس تركز فيها وتنتبه لها، ان هي اول حاجه الجيجنج يا جماعه ده رياضه بالرغم انه جميل، بالرغم انه ممتع، بالرغم انه من اكثر الرياضات او من اكثر الاساليب في البحر بتحقق تارجت اسماك ضخمه، بالتالي في عيوب. ايه عيبه؟ عيبه لو حضرتك مش فاهم فيه كويس او لو دخلت فيه جديد بدون خبره هتعقد منه وهتكلف فلوس كتير وهتتعب نفسيا يعني. فانا عايز حضراتكم تركزوا قبل ما نبدا دلوقتي في 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 درس الجيجنج، لازم الناس تفهم حاجه كويسه جدا. انا دلوقتي عايز اتعلم الجيج او اتعلم اسلوب الجيجنج، شفت كام فيديو على النت اتشديت خلاص الموضوع تمام تمام، انزل بقى تاني مره اروح ادخل على محل ادوات صيد انا عايز اشتري يا جماعه عده جيجنج واشتغل اصطاد. في نوعين من اصحاب المحلات في الصيد، يعني وارجو الناس تتقبل كلام، يعني في ناس بيكون عندها ضمير وناس كويسه وتمام تمام وفاهمه صيد كويس وبيديتك صح، وفي ناس بتكون عايزه تبيع بس. هما الاثنين كويسين ومحترمين، بس اقصد لو انت مبتدئ الافضل انك تتعامل مع الانسان اللي هو يعني عايز يفيدك مش عايز يبيع لك فقط لغير. بمعنى اصح لا دلوقتي انا داخل عايز اشتري ادوات جيج، ما ينفعش يا جماعه اروح لوحدي اشتري ادوات جيج، الموضوع ده عايز نركز فيه كويس جدا، ما ينفعش اروح لوحدي اشتري ادوات جيج، لازم اروح مع واحد يكون فاهم صيد ويكون معرفتي بيه كويسه. ليه؟ لان ادوات الشيج اولا معظمها غاليه مكلفه، الطريقه بتاع الشيج نفسها لو انت مش فاهم انت هتضيع حاجات كتير وهتغرم فلوس متلتله وممكن تكره الصيد اصلا من الاول للاخر. واحد يقول لي طب انا افهم من حضرتك افهمك دلوقتي تعمل ايه؟ دلوقتي انت رايح عايز تروح تشتري جيج، اول حاجه عده الجيج يا جماعه
بتنقسم لكذا قسم. اول حاجه بص، الجيج، المكنه بتاع الجيج، الجيجه نفسها، خيط البريد اللي هتحط على الجيج، الليدر، حاجات كتير جدا بتبقى منظومه معينه على اساسها ان انا بجمعها مع بعض. وبروح بقى دلوقتي اروح للمركب اروح اعمل الجيج. في بقى حاجه اضيفها سادسه، حاجه بتسمى اهو حزام الجر، ده مهم جدا في عمليه الجيج يا جماعه. اهو ده ناس برضو يعني تهتم بيه عشان خاطر ان انا لما اكون بعمل الجيج مع السمك اللي بيخش على الجيج، على الجيجيه بيكون سمك كبير، فدي بتكون على وسط كده وبثبت فيها العود، فاعرف الاعب السمكه كويس واعرف اشتغل عليها كويس. انما غير كده هصدر العود في جسمي في سمك بيشد جامد، فالموضوع هيبقى بهدله. نبدا دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم، نخش بقى في العملي. الجيجيه يا جماعه أو ادوات الجيج، نبدا بالعود. اول حاجه اسره الجيج لازم تكون ليها مواصفات. ايه مواصفات اسره الجيج؟ اولا ليها اطوال، اطوال اسره الجيج بتبدا من 165 سنتي لحد 2 متر، 2 متر وحاجه، ممكن 180 185 فريد، بس لكن معظم بوس الجيج بيعتمد على ان هو يكون مثلا اطوال 165 سم 170. انت مش محتاج طول كبير عشان خاطر انت اصلا كده كده على المركب، وكل طول البوصه بتاع الجيج مكان طويل كل ما بتكون يعني ضعيفه نسبيا، فلازم بوصه الجيج تكون وسطي، لا طويله ولا قصيره، فانت خليك من 165 لحد 2 متر. في ماركات كتير جدا، لو هنقول ماركات الجيج يا جماعه، ماركات البوص الجيج ده ما تعدش. فدلوقتي احنا نبدا، لو انا مبتدئ جيج، الكلام دلوقتي لمبتدئين الجيج يا جماعه، محترفين الجيج فوق دماغي فهم فاهمين طبعا انا بحكي فيه كويس، واللي انا بحكي فيه ده هوت اكيد عدى عليهم قبل كده كتير. بص الجيج يا جماعه لازم نسبيا تكون خفيفه، ما ينفعش انا اروح اي محل ادوات صيد اقول له السلام عليكم انا عايز اشتري بوص الجيج، فبدي خد يا استاذ البوص دي تنفع وخلاص وتوكل على الله. فعشان كده بقول لازم تاخد حد معاك يكون بيعرف كويس خبره في الجيج عشان يعرف يفيدك. بص الجيج يا جماعه بتعتمد على حاجه، اول حاجه خفه الوزن، خفه الوزن، ثاني حاجه بتكون البوصه دي قويه، قويه لايه؟ الحلقات بتاع بوصه الجيج يا جماعه حلقات معينه، مش اي حلقات كده وخلاص وامشي، لان الحلقات دي بتعرض لضغط كتير، ثاني حاجه مع حركات البريد بصفه مستمره ممكن تؤدي لتلف الحلقات ديت، وممكن تفرتك خيط البريد منك وتقطع منك. معظم الحلقات بالبريد بتكون افضل الحلقات بتكون فوجي، وفي حاجات كتير بيكون عليها ختم فوجي كده، وفي حاجات كتير يعني ماركات عالميه، مش عايزين بس نقول اسامي الماركات كده عشان خاطر ما يبقاش بس نظام اعلانات وكده. البوصه بتاع الجيج زي ما قلت لحضراتكم لازم تكون خفيفه الوزن وتكون قويه. معظم بوص الجيج المحترم الحاجه الكويسه بيكون من الكربون، في حاجات كتير كده يعني زي الكربون او درجه اقل وبتكون برضه قويه، لكن الكربون افضل بوص للجيجنج بيكون البوص الكربون. ليه بقى؟ اولا الكربون يا جماعه بيكون بوص خفيف، او ممكن يكون كربون او مطعم بالكربون بمواد تاني، بيكون بوصه خفيفه نسبيا قويه جدا، عشان وانت حضرتك شغال بالجيج، شغال بتعمل جيج على المركب ما تتعبش. خلي بالك البوص الجيج بيفرق، يعني لو بوصه مثلا يعني 150 جرام وبوصه 250 جرام، لا ال 150 جرام احسن. في واحد يقول لي ده 100 جرام مش كتير، لا في الصيد بالذات ال 10 جرام بتفرق، مش ال 50 و 100 جرام. فلازم تجيب اولا بوصه الجيج بتكون بوصه خفيفه، ثانيا انا بصيت على البوصه اهو اشتريتها خلاص، طب دلوقتي انا اختار لها مثلا جيجيه عامله ازاي، او اختار لها خيط برد عامل ازاي اللي انا اصطاد بيه. اولا بيكون بوص الجيج يا جماعه، بس انا عشان لف على البوصه دي بلاستر وكده، يعني بيكون على مكتوب على البوصه من هنا حاجه اسمها الكاست ويت. كاست ويت بالانجليزي يعني الوزن الجيجايه اللي انا ركبها على البوصه ديت. بيكون مثلا ايه مكتوب عليها كاست ويت من مثلا 200 جرام لحد 300 جرام، فوق ال 150 جرام ل 300 جرام، وفي مثلا من 200 جرام ل 400 جرام 600 جرام، حسب نوع البوصه وحسب الوزن اللي نحطه عليها. كل ما حضرتك بتجيب وزن مناسب مع البوصه، كل ما البوصه بتديك اكشن كويس وانت بتصطاد السمك. يعني ايه اكشن يا جماعه؟ اكشن البوصه بتبقى مصممه من قدام، لو مثلا هي مصممه مثلا مكتوب عليها ايه؟ انا مثلا عايز جيجا من 200 جرام لحد 500 جرام مثلا، لو انا حطيت جيجا 100 جرام وانا بلعب بيها مش هتلب كويس، اللابلوب مش هيلب كويس مع الجيجا، فمش هتدي الاكشن في الاسفل للسمكه ان دي سمكايه. لان دي يا جماعه البوص دوت بيصمموه بناء عن تجارب، وبناء عن يعني عن تجارب كتير، فبناء على كده هو بيعرف يختار الوزن المناسب ليها. حلو، البوصه دي اول حاجه اختار بوصه اعرف الكاست ويت بتاعها من كام لكام،
دي اول حاجه. تاني حاجه البوصه بيكون مكتوب عليها، مكتوب عليها اسلوب الصيد بتاعها، في ميديم هيفي، وفي انا اسمع في ميديم فاست، وفي فاست، وفي سلو، في كذا كذا يعني، بتبقى كذا نوع من الكتابه مكتوب برضو على بوص الجيك. بمعنى اصح، اول حاجه الكاست ويت المكتوب على البوصه ده بعرف منه وزن الجيكايه. تاني حاجه، حاجه اسمها الاكشن بمكتوب برضو، يعني كلمه الاكشن معناها طريقه الصيد بالبوصه، اصطاد ازاي، مكتوب عليها مثلا ايه فاست ميديم، يعني دلوقتي البوصه دي مثلا بتشتغل مثلا ايه ميديم يعني صيد ميديم، وفاست يعني سريع. يعني واحد يقول لي ينفع اشتغل بسلو ولا ما ينفعش اشتغل بسلو، هتشتغل. واحد يقول لي طب انا ايه اللي يحصل اشتغل بسلو، لو حطيت عليها جيجا سلو واشتغلت مش هديك اكشن، يعني تحت مش هتدي الشكل المناسب للسمكه ان يعني دي سمكه فعلا صح بتتحرك تحت في القاع. فيا ريت نتبع يا جماعه التعليمات المكتوبه على البوصه. اول حاجه الكاست ويت من وزن كام لكام جرام، وكلمه الاكشن يعني البوصه دي يا جماعه اصطاد باي اسلوب بيها، اصطاد بيها سريع ولا بطيء ولا سلو. ده بالنسبه لبوصه الجيجنج. دلوقتي احنا خلاص خلصنا البوصه او بعض معلومات سريعه عن البوصه. تاني حاجه يا جماعه ندخل فيها، وعايز الناس تركز فيها تركيز كويس، المكنه بتاع الجيج. مكنه الجيج دي مش اي مكنه. واحد يقول لي طب ازاي مش اي مكنه؟ مكنه الجيج يا جماعه بتعتمد على حاجات، على بعض الامكانيات. على فكره مبدئيا المكنه دي مش بتاع جيج، بتاع كاستنج، بس انا بشرح يعني مبدئيا على المكنه عموما. يعني مكنه الجيج يا جماعه اول حاجه فيها حاجه اسمها ده المكن النظيف، الحاجه المحترمه، اسمه حاجه اسمها انتريفرس. يعني ايه انتريفرس؟ يعني المكنه دي يا جماعه بتلف قدام بس، ما بترجعش ورا ولا ملي خالص. في واحد يقول لي ما انا بشوف مكن فيه فرامل اهوت، يعني انا ممكن احرك المكنه اخليها تيجي ايه ورا وقدام زي كده. فمكنه الجيج المكن ده هوت بيكون الكواليتي بتاعه كويس، لكن مش زي الكواليتي بتاع المكن اللي بيطلع قدام بس، اجي ارجع ورا ما ارجعش معاه. ليه بقى؟ لان حضرتك وانت شغال مع كتر الشغل وكتر الحركه، الرجوع ده هو شفت مثلا انت مثلا شغال اهو، ومثلا بترجع مثلا ملي مثلا اهو، الملي ده هو يا جماعه مع ضربه السمكه مع شغلك بيأثر على التروس الداخليه. فمكنه الجيج لازم تكون مبدئيا مكنه اتجاه واحد فقط، اسمها انت ريفرس، يعني ما بترجعش ورا، بتطلع لقدام فقط لا غير، للامام بس. المكنه ديت بتكون مكن الجيج قوي جدا. تاني حاجة بيكون لازم أأكد على حاجة برضه، مكن الجيج يا جماعة وأنا رايح أشتري مكن الجيج بشتري مكنة تكون الحلة بتاعتها نسبيا كبيرة، الحلة بتاع المكنة واسعة. بمعنى ما ينفعش أجيب مكنة صغيرة زي كده مثلا وأملاها خيط بريد وأقول ده أنا هعمل بيها الجيج. ليه بقى؟ لأن في أسماك يا جماعة بتاخد خيط وبتسحب معاك وبتضرب، فمحتاج خيط الحلة بتاعتها تكون واسعة، فبالتالي تاخد منك يعني إيه تاخد منك كمية خيط بريد كتير. في بقى حاجة مهمة لازم أنبه عليها ولازم الناس تستعد لها وتفهم لها كويس، إن أنا وأنا بعبي المكنة، أنا دلوقتي جبت المكنة أهو، مكنة الجيجنج اشتريتها، أنا اشتريت البوصة واشتريت المكنة بتاع الجيج، أجيب المكنة كده وأعبي الخيط وخلاص وأتوكل على الله؟ لا، المكنة بتاع الجيج يا جماعة لازم حضرتك وأنت بتجيب المكنة تعرف حاجة، في حاجة اسمها الجير ريتشو. يعني إيه الجير ريتشو؟ الجير ريتشو يا جماعة إن أنا المكنة أهو، يعني مثلا شفت مثلا الدراع عندي أهو جنب إيدي بالظبط، لما انا بلف ايدي كده مثلا وبرجع تاني عند المكان اللي بدات منه، المكنه دي مثلا لفت 6 مرات مثلا، لا دي ما تنفعش للجيج. ليه بقى؟ مكنه الجيج ما ينفعش تكون سريعه جامد، لازم سرعتها تكون وسطيه، تكون في حاجه اسمها الجير ريتشو بيكون من 4.6 اقصى حاجه 5، ممكن 4.6 4.5 اكثر حاجه. واحد يقول لي طب انا مش فاهم يعني ايه الجير ريتشو، اقول له تاني جريتشو يعني من اول اهو، انا اعلم مثلا بصباعي اهو، احنا لفينا مثلا اهو، لفينا اهو ورجعنا مثلا عند صباعي اهو، المكنه لفت كام لفه، الحله دي لفت كام لفه كده عشان الدراع دي يجي عند صباعي تاني، هنقول مثلا 5 لفات دي تنفع للجيج، 4.5 تنفع للجيج، 6 وكام دي ما تنفعش، لان هي هتبقى سريعه جدا فهتخلي الجيجات تتحرك من القاع لحد بسرعه بطريقه سريعه، فبالتالي السمك مش هيشك ان دي مش طريقه سمكه انها بتجري. السمكه برضه يا جماعه ليها سرعات تحت الميه. اول حاجه المكنه بتاع الجيج تكون مكنه حلتها كبيره كويسه، مكنه ماركه محترمه، لو انا مبتدئ اجيب اي حاجه مش مشكله، بس برضه هشرح لحضراتكم دلوقتي اجيب انهي مكنه. الماكس دراج نركز عليها تركيزه كويسه، ماكس دراج يا جماعه معناه قوه تحمل فرامل المكنه،
يعني ايه قوه تحمل الفرامل للمكنه؟ دلوقتي مثلا المكنه مثلا بتاع الجيج معايا اهي اهي تمام كده، وانا مثلا معدي الخيط اهوت، معدي الخيط من المكنه تمام، انا بعدي الخيط اهوت معلش البريد متلعبك سنه، فانا دلوقتي ايه احاول اعديه عشان اوري حضراتكم. اه خلاص معلش خليني في المكنه دي مبدئيا يعني. دلوقتي يا جماعه انا المكنه معايا اهي ماشي، وانا دلوقتي في حاجه اسمها الماكس دراج. يعني ايه الماكس دراج؟ كلمه دراج معناها الفرامل بتاع المكنه. انا دلوقتي تحت بص يا جماعه البقره دي انا بلفها كده، دي عباره عن انا لو قفلتها للاخر قفلتها للاخر الخيط مش هياخد معايا خالص. طب انا فتحتها هوتها سنه كده اهوت، بصوا بتاخد معايا، دي حاجه اسمها الماكس دراج بتاع المكنه. ماكس دراج دي هي قوه تحمل فرامل المكنه. مكن الجيج يا جماعه، مكن الجيج ومكن البوبنج ده بيكون لازم الدراج بتاع المكنه يكون قوي. يعني ايه دراج؟ الدراج ده هوت ان المكنه دي بتحمل يا جماعه وزن مثلا 15 كيلو ماكس دراج، في 20 كيلو، في 22 كيلو. الماركات العالميه اللي هي حاجات المحترمه الماكس دراج، الماكس دراج بتاعها بيبقى عالي. فلازم مكنه الجيج يا جماعه تكون الماكس دراج بتاعها قوي. ما ينفعش مثلا اجيب مكنه الماكس دراج بتاعها 4 5 كيلو واقول اعمل بيها جينج، مش هينفع. 4 5 كيلو على سمكه، لو سمكه وزن 20 30 كيلو ضربت معاك هتلاقي المكنه راح تشدد منك شده، وكل الدنيا التروس بتاع المكنه اتفرتكت جوه وكل حاجه باظت. كلمه الماكس دراج يعني المكنه دي مصممه انها تحمل معايا ضغط كويس مع السمكه، وتستحمل ضغط السمكه وشد السمكه. زي ما اكون مثلا يعني انا امثلك دلوقتي بصوره بسيطه عشان الناس تفهم، زي ما اكون مثلا في مثلا ايه مثلا انت جبت راجل كبير بالغ مثلا وماسك حبل مثلا، ومسكت الحبل لطفل صغير، فالراجل ده لو راح شد الحبل مره واحده الطفل هيحصل له ايه؟ هيروح واقع في الارض صح كده؟ عشان ضعيف. طب دلوقتي لو في راجل قصاد راجل والاثنين ماسكين حبل وبيشدوا مش هيقع، لان هو القوه في تناسب في القوه. فبالتالي حضرتك كل ما يكون الماكس دراج بتاع المكنه قوي كل ما تعرف تتعامل مع السمكه كويس، تمام كده؟ دلوقتي انا هجيب مكنه الجيج، مكنه تكون كويسه انت ريفرس ما بترجعش ورا، تاني حاجه المكنه الدراج بتاعها هيكون قوي، رابع حاجه الجير ريشيو يا جماعه اللي هو عدد لفات الماكينه ما يزيدش عن 5. في واحد يقول لي انا ممكن اعمل مكنه 5 واكثر من 5، لا الموضوع هيكون صعب وعايز احترافيه عاليه جدا، وبيفضل يخليك من 4.6 4 ل 6 ده يكون افضل حاجه ماشي. دلوقتي حكينا عن الماكينه وحكينا عن العود البوصه، دلوقتي في حاجه مهمه عايزين نحكي عنها، حاجه مهمه جدا نركز فيها يا جماعه، عن الماكينه بتاع الصيد برضو. دلوقتي انا ماكينه الجيج وانا دلوقتي انا مسكتها خلاص جبتها، جبت البوصه وجبت العود اهوت مع بعض، دلوقتي انا عايز اعبي املى المكنه بتاع الجيج خيط. ما ينفعش اخد المكنه واجيب عليها اربط خلاص كده البريد يا جماعه واشتغل املى المكنه بتاعت بريد، ده خطا. البريد ليه طريقه في اللم. اول حاجه لو المكنه بتاعتك من تحت الحله ليها نظام مشرشر كده، بيكون في معظم المكن، المكن النظيف يعني ليها نظام مشرشر معاك عشان خيط البريد يا جماعه لما بيتعصر جامد ممكن يلف على نفسه. انت بقى بتعمل ايه لو انت مش ما عندكش الحاجه دي؟ بتعمل ايه بقى مبدئيا؟ بتروح جايب بلاستر او اي لزق من الصيدليه، حتى لو لزق جروح لزق بلاستر مفيش اي مشكله، بتلف على الحله بتاع المكنه مرتين ثلاثه الاول، وبعد كده تروح رابط البريد رابطه محترمه، وانت بتعبي بكره البريد تخلي حد يمسك لك البكره بتاع البريد حتى الخيط لو بفوته كده ويكون شادد سنه. ليه بقى؟ لان خيط البريد يا جماعه ما ينفعش تلم كده ويكون خيط البريد مرخي، لازم خيط البريد يكون مشدود نسبيا. ليه بقى؟ لان حضرتك وانت بتشد وانت بتلف خيط البريد بسرعه، خيط البريد لو مش مشدود سنه وانت بتلفه الخيط نفسه بيكون عامل زي السفنج كده مش مريح على المكنه. فممكن تيجي وانت بتعمل جيجنج تيجي سمكه قويه تروح شده معاك شده جامده، بيروح الخيط ملتوت جوه نفسه، تلاقي الخيط اتضغط على نفسه كده وتلاقي الدنيا باظت معاك ومليون في المية السمكه بتقطع منك. فانت لازم تخلي خيط البريد مشدود نسبيا وانت ايه بتلم الخيط. خلاص كده لمينا الخيط وتمام التمام، العود بتاعنا البوصه جاهزه، المكنه بتاعتنا جاهزه، جاي دلوقتي بقى الشغل العملي المحترم. دلوقتي انا معايا جيجايه وعايز مثلا دلوقتي اربط عليها مثلا اهو جيجايه مثلا وعايز اربط عليها الخيط. ما ينفعش اربط عليها الخيط كده على طول، خيط البريد
لازم اركز على حاجه واحده مهمه. معلش انا ممكن اكون عدت عليها ديت، ما ينفعش اجيب خيط يا جماعه نايلون او ايا كان درجه قوته، فلورو كربون ايا كان نوعه، ما ينفعش اجيب اي خيط عادي واربطه على المكنه بتاع البريد واقول انا هعمل جيجنج بيها، بتاع الجيج قصدي. ليه بقى؟ لان شرحت قبل كده يا جماعه الخيط بتاع الجيجنج لازم خيط يكون بريد. ليه بقى؟ لان خيط البريد مش مطاط، مش ما بيمطش، المط فيه زيرو. فبالتالي وانا بلعب بالعود كده، وانا بلعب بالعود الخيط بتاع البريد يا جماعه بيكون عشان مش مطاط، اي حركه بعملها كده بتسمح تحت في الشجيه لو عمق حتى 100 متر. لكن لو حطيت خيط عادي وانا بلعب الخيط هيبقى فيه مطه، مش هيسمع كويس مع الشجيه. دي اول حاجه. ثاني حاجه، خيط البريد بيكون قوي جدا، اقوى من الخيط العادي، يعني اقوى بكتير. ثالث حاجه ودي الاهم، ان المكنه بتاع الجيجنج بتشيل خيط كتير. بمعنى لو انا مثلا اعبي عليها مثلا خيط 70 نايلون مثلا يعني هتاخد كام متر؟ مثلا 100 متر 200 متر. انما لو اخدت لو اعبي على خيط بريد مثلا 60 لبره او 70 لبره هتاخد قد الخيط النايلون ثلاث مرات وبنفس القوه بتاع الخيط النايلون واقوى كمان. عشان كده الناس بتفضل خيط البريد يا جماعه في صيد الجيجنج او الطعوم الاصطناعيه عموما. دلوقتي البوصه خلصنا منها، المكنه حاطين عليها البريد وتمام التمام والموضوع خلصان. اعمل بقى ايه؟ انا معايا الجيجاي اهو. معلش انا متعمد ان انا اخلي لحضراتكم الجيجاي تكون صور عشان الناس تشوفها، عشان الفيديو ده يا جماعه مع احترامي لكل الناس فوق دماغي، الفيديو ده هو اكتر للمبتدئين، لان الناس اللي هم المحترفين انا بتعلم منهم، يعني احنا بنتعلم من بعض. فهم يعني ايه الكلام ده هو هم مش محتاجينه، انا اسف لفظي يعني، ده هم يضيفوا عليه. فالكلام ده هوت انا باكد عليه للناس المبتدئين. خلاص انا جبت البوصه والمكنه والخيط، ما ينفعش اجيب دلوقتي الخيط البريد واربطه على الجيجاي كده على طول، لا، في حاجات لازم اكد عليها. بجيب حاجه اسمها خيط اسمه فلورو كربون او اسمه شوك ليدر. ايه الشوك ليدر ده يا جماعه؟ ده بتبقى وصله خيط ما بين البريد، ما بين البريد خيط البريد وما بين الجيجايه. ايه فايدته؟ ليه فايدتين او ثلاث فوائد. اول فايده ان هو غير مرئي، غير مرئي، يعني الجيجاية دي لما يكون مربوط فيها الخيط الفلورو كربون يا جماعه بيخليها هي تحت الميه مش باينه، يعني هي تحت الميه وهي شغاله كده مش واضحه، لان بقى يعني لان خيط البريد بالنسبه لنا يا جماعه معظم الخيوط بتبان تحت الميه. فخيط البريد فخيط الشوك ليدر او الفلورو كربون يا جماعه مش بيبان، فبيخلي الجيجاية تلعب تحت الميه كده تتحرك كانها سمكه، كانها سمكه 100%. انما لو ربطت خيط البريد مباشر هيبقى مرئي. دي اول حاجه. تاني حاجه، الفلورو كربون ليه اكتر من ميزه. اول حاجه ما بيبقاش مرئي تحت الميه. تاني حاجه ودي اهم، ان السمكه اول ما بتضرب معاك لو ضربت على البريد مباشره البريد هيتفرتك. ليه بقى؟ لان البريد لو مربوط على الجيجايه بتفرتك، ما بيتحملش لانه حساس جدا لاي اسطح حاده. الشوك ليدر او وصلة الخيط اللي انا حاططها دي بتكون اول حاجه ما بتخليش الشجاعه مرئيه، تاني حاجه بتمتص الصدمه بتاعت اول ما السمكه بتروح تضرب معايا، دي بتمتص صدمه فبتدي حوالي كام ملي كده بتخليني انا اعرف حتى استعد ان خلاص اتعامل مع السمكه. فده مهم جدا 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 يا جماعه، ان انا ما ينفعش اربط البريد في الشجاعه على طول. تمام؟ دلوقتي خلاص، في واحد يقول لي طب انا هربط البريد في الليدر ازاي؟ في رابطه معينه وانا شرحت لحضراتكم قبل كده، انا بعمل فيديو مخصوص للربطات، لان دلوقتي لو انا دلوقتي ربطت الربط هتاخد وقت يعني وهتضيع وقت كتير من الفيديو. ثانيا ممكن حضرتك تتكرم تدخل على اليوتيوب هتشوف تكتب ربطات الليدر بالبريد او الفلورو كربون بالبريد، هتلاقي 100 ربطه وفي اشكال كتير معينه وكل ربطه احسن من الثانيه. دلوقتي انا خلاص ربطت خيط البريد في خيط الفلورو كربون او الليدر او اللي هو الوصل ما بين الشجايه وما بين الخيط بتاع البريد بتاع الصيد. اربط كده مباشره في الشجايه. دلوقتي انا خلاص خلصت، اجيب بقى الخيط الفلورو كربون اهو واروح ربطه في الشجايه مباشره؟ لا، انا كده ربنا كده بهزر، ما ينفعش. اعمل ايه؟ في حاجه اسمها يا جماعه سولدرنج وسبليت رنج. ماشي؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ السولدرنج دي بتكون حله مقفوله مغلقه على نفسها، والثانيه بتكون حلقه مشابهه بالحلقه اللي انت حضرتك بتدخل فيها المفاتيح. معلش انا بشرح ببطاريه مبسطه عشان الناس مبتدئين تفهم كويس. اعمل ايه دلوقتي؟ الشجاع معايا اهو، انا جبت الشجاع اهو خلاص كده اهو.
اجيب اول حاجه سبليت رينج اللي هي عامله زي حلقه المفاتيح. بروح وانا بشتري عده الجيج بقول للراجل بتاع العده لو سمحت انا عايز سبليت رينج تكون مناسبه للجيجه دي، بجيب واحده كويس اشتري كيس بجيب هي بروح مركبها في الجيجه، ليها طريقه وليها بنسه معينه بس انا دلوقتي بشرح لكم الطريقه نفسها. بروح مدخلها هدخلها كويس ايه في الجيجاية، خلاص على كده اربط فيها الخيط مباشرة واتوكل على الله واصطاد. لا ما ينفعش، نيجي للنقطة المهمة. الجيجاية هي بحط فيها سبيت رينج اللي هي الحلقة زي بتاع المفتاح، بدخلها فين؟ في ال في الجيجاية. تاني حاجة بقى مباشرة بعمل ايه؟ السول رينج اللي انا شرحت عليها دلوقتي اللي هي الحلقة المقفولة يا جماعة، اللي هي المقفولة على نفسها، في حاجة اسمها ايه؟ الاسيست هوك. ايه الاسيست هوك؟ اللي هو بيستخدم في عملية الجيجنج. في ناس بتحط واحد وناس بتحط اتنين، بس هو اتنين بيكون افضل يعني. بروح جايبهم واروح مدخلهم كويس في الحلقة اللي هي المغلقة، ليهم طريقة معينة كده، واروح ماسك الحلقة دي اروح مدخلها في السبليت رينج. يعني امسك الحلقة دي بعد ما ادخل فيها الهوكين كويس بروح مدخلهم فين؟ مدخلهم في الحلقة اللي هي فيها الجيجا اللي هي عامله زي بتاع المفاتيح. تمام كده؟ طيب دلوقتي خلصنا تمام التمام والموضوع دلوقتي خلص توكلنا على الله. اروح رابط بقى الليدر فين بقى؟ الوصله اللي هي ما بين البريد والوصله ما بين الجيجاية. اروح جايب الخيط دهوت رابطه برده فين؟ في الحلقه المغلقه اللي هي سوليد رينج. تمام كده؟ الخيط يا جماعه الليدر بتربط في يبقى الحلقه المغلقه بتربط فيها حاجتين، الاسيست هوك اللي هو بتاع الشيكنج، وبتربط فيها الليدر. ربطت فيها الاثنين كده، خليها دلوقتي على جنب كده، ربطت فيها الحاجتين وتم تمام. بروح مدخلها فين؟ بروح مدخلها في الجيجا كده. دلوقتي انا خلاص الجيجا بتاعتي جاهزه، وانا كده خلاص مستعد اقف اعمل جيجنج. خلاص انا كده جاهز لشغل الجيجنج، مفيش اي مشاكل. هاكد تاني، طب هل ينفع اروح اجيب اي جيجايه كده واركبها واصطاد بيها؟ لا ما ينفعش. الجيج يا جماعه اللي انا بجيبه، نرجع تاني للعود للبوصه تاني، لو العود ده مكتوب عليه البوصه مكتوب عليها من مثلا ايه فاست ميديم، يبقى انا اجيب جيجايه يا جماعه فاست او جيجايه ميديم. ايه الاشكال بتاع الجيج قبل ما ابدا في الاوزان؟ اول حاجه الجيجايه بتاع الفاست مختلفه عن الميديم، مختلفه عن السلو، مختلفه عن الماكرو، مختلفه عن الشور جيج. الخمس جيجات مختلفين عن بعض، في اشكال منهم مشابهه لبعض او شبيهه لبعض، لان الجيج فيه اشكال منه كتير طالعه وفي موديلات كتير وكلهم اجمل من بعض. انا ماليش دعوه بالموديل والشكل، انا اعتمد دلوقتي، خلينا لو انا مبتدئ اعتمد دلوقتي صفه مبدئيه على الوزن الاول، وبعد كده دلوقتي هشرح لحضراتكم الاشكال. الوزن اقول مره ثانيه، لو البوصه مكتوب عليها من 200 جرام ل 300 جرام احط عليها مثلا جيجا 250 230 190، لو الموضوع يعني مقارب ممكن اقلل 10 جرام او ازود 10 جرام. ما ينفعش مثلا احط عليها جيجا 100 جرام او احط عليها جيجا 400 جرام، خليني في الرينج اللي هو الطبيعي. خلاص جبت الجيجا الوزن بتاعها اهو وتمام تمام، واتوكل على الله دلوقتي هصطادها. حاجه بقى مهمه، اي جيجا اجيبها كده على البوصه واشتغل؟ لا ما ينفعش. لو انت حضرتك هتعمل فاست جيج، فاست جيج تجيب جيجا فاست، والجيجال الفاست هي اللي ظاهره قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشه دي. الجيجال الفاست يا جماعه بتكون جيجال طويله كده، ودي بتحتاج سرعه في طريقه الجيجنج. واعرفها ازاي؟ اقول مره ثانيه، بيكون مكتوب على البوصه فاست ميديم، يعني البوصه دي يا جماعه مصممه احط عليها جيجايه فاست. بجيب الجيجايه واشتغل بيها، واشتغل بيها بسرعه جدا 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 جدا. والجيجال الفاست يا جماعه تنفعش ما تنفعش اشتغل بيها في اعماق قليله. ليه بقى؟ الجيجاية السريعه انا بشتغل سريع، فلو انا مثلا نزلت العمق صغير هرمي من اول حركتين ثلاثه كده، اول لعبتين ثلاثه بالبوصه هلاقي الجيجاية خلاص قدامنا كده بوسط الدنيا. لازم الجيجاية الفاست تكون في اعماق، لو الجيجاية سلو او مايكرو او كده ممكن اشتغل بيها في اعماق قليله مش مشكله، عشان خاطر هبقى في المحيط بتاع السمك، انما الجيجاية الفاست يا جماعه عايز اعماق كبيره. الجيجاية الطويله يكون شكلها طويل كده، عامله زي السكينه كده، جايب سكينه مخصوص عشان خاطر اشرح عليها بسبب الموضوع ده، بيكون شكلها مقارب للسكينه كده اهيت، دي الجيجال فاست حضرتك تعرفها كده بنظره عينك. الجيجال ميديم بتكون شكل الجيجايه طولها وسطي وبتبقى عريضه سنه، تحس انت بتبص على الجيجايه تحس ان الجيجايه كده ايه شكلها عريض، او الجيجايه شكلها يعني شكل الجيجايه مثلا بيكون مثلا
شو بص مثلا حوالي في طول مثلا صباعين وفي عرض صباعين مثلا، انا بشرح بطريقه مبسطه للمبتدئين يا جماعه. الديجيتال جاي الميديم تمام كده. تاني حاجه، تالت حاجه قصدي، يبقى الجيجال الفاست، الجيجال السريعه، الجيجال الميديم الوسطيه، تالت حاجه السلو جيج. السلو جيج دي بتبقى جيجال يا جماعه، جيجال نسبيا بتبقى حجمها صغير مش كبير. كلمه سلو يعني انا بشتغل ببطء، ببطء بلعب بالعود كده ببطء ببطيء، فبتكونش جيجايه وزنها نسبيا يعني تقيل، بتكون وسطيه شويه، ممكن تكون تقيله سنه بس الجيجايه نفسها حجمها بتكون صغير مش كبير، لان هي مصممه لاقل حركه بالعود تلعب تحت معايا. انما لو الجيجايه وزنها تقيل مش هينفع العب بحركه بسيطه، لازم حركه اقوى سنه عشان تبان تحت الميه. ماشي، يبقى الفاست جيج، ميديم جيج، سلو جيج، المايكرو جيج يا جماعه. ودي الحاجه الرابعه، ما ينفعش بقى معاه البوصه والمكن والكلام اللي حكيت عنه في الاول ده خالص. في واحد يقول لي طب ازاي يعني هجيب عده ثانية مختلفه؟ لا مش هجيب عده مختلفه، بس المايكرو جيج يا جماعه بتكون عباره عن جيجات صغيره جدا، بتكون 5 جرام و10 جرام او 15 جرام، حاجات كده اللي هي بسيطه جدا خالص، فبتلعب بيها بالبوصه بشغل بسيط خالص خفاف كده، ان انت يعني ايه نظام بقى تسليه، اللي هو انت من الاخر ايه بتصطاد. ساعات خلي بالكم بيصادف مي يعني معاه سمك تقيل وسمك كبير مع الماكرو جيج، بس هو عموما يعني بتبقى عدته مش تقيله، بناء على ان الاسماك اللي بتهاجمها ما بتكونش اسماك كبيره بنسبه عاليه، يعني نادرة ما تهاجم اسماك كبيره. يعني مكنه بحجم دي ينفع اشتغل بها ماكرو جيج. طب العود او البوصه بتاع الماكرو جيج مع نفس البوصه بتاع الجيج العاديه؟ لا. ليه بقى؟ لو حضرتك ركزت في اول الفيديو من الاول هنرجع تاني، البوصه اللي مكتوب عليها كاست ويت اللي هو الوزن بتاعها من 200 جرام ل 400 جرام، ما ينفعش احط عليها يا جماعه مايكرو جيج 5 جرام ولا 10 جرام، انا كده بهزر، مش هتدي معايا اكشن خالص بالنسبه للسمكه. تاني حاجه اعتبر ان انا بشد الخيط وبلعب بيه بس، ان انا ما بعملش جيج. فدلوقتي المايكرو جيج دي ليه؟ معلش انت حضرتك يعني هات له عده خفيفه كده، مكان عاديه جيج صغيره وعود خفيف، والعب بيه كده نظام تسليه اللي تحت الاسماك، اسماك حجمها مش كبير كده، تشتغل بالمايكرو جيج كده ايه بدماغ. ويا ريت الناس المبتدئين لما تبدا تعمل جيجنج تشتغل بالمايكرو جيج، ده جميل جدا وممتع، حتى هيعود حركاتك وايدك انك انت ازاي تعرف تعمل جيج في البحر وتحقق ايه تارجت كويس مع السمك ان شاء الله باذن الله. في بقى حاجة معلش اشرحها كده على السريع برضو، وعايز الناس تركز فيها تركيز عليها يا جماعة كويس جدا. في ناس بتغلط غلطة كبيرة جدا وهي بتشتري الجيجات بتاع الصيد. ايه؟ الوقت انا معايا جيجاية اهي، تمام كده اهو، ايا كان مش مهم دي، انا بتكلم على اي عرض. لو عرض الجيجاية مثلا سنتي ونص او 2 سنتي مثلا او سنتي مثلا، حلو، هل اجيب اي اسيست هوك كده اللي هو الهوك يا جماعه بتاع الصيد بتاع الجيج، اي اسيست هوك كده واركبه لها واقول خلاص انا كده هتوكل على الله واروح اعمل جيجنج؟ لا. بص في حاجه عايزين نركز فيها كويس جدا يا جماعه، الاسيست هوك لازم يكون بيعدي من الجيجاية. يعني ايه بيعدي من الجيجاية؟ عشان بس الناس تفهم كويس، يعني دي لو عرضها سنتي لازم الاسيست هوك يكون اكتر من سنتي حتى لو بكام ملي. ليه بقى؟ لان في ناس كتير بتحط اسيست هوك في الجيجايه بيكون عرضها مثلا 2 سم مثلا، والاسيست هوك عرضه سنتي، فبيكون هو متداري نسبيا في الجيجايه، فساعات في سمك بيضرب ففك السمكه فين؟ فك السمكه بيجي على الجيجايه، لكن الاسيست هوك ما طلش السمكه لان هو متداري ما بين، هنعتبر مثلا دي الجيجايه اهو والاسيست هوك مثلا عرض صباعي مثلا اهو، بص يا جماعه هو متداري حضرتك السمكه مثلا لما بتعض بتمسك ده، طب والاسيست هوك كده مش هيجيبها. انا بقى اعكس الجيجايه عرضها سنتي يبقى الاسيست هوك اعرض من سنتي، بحيث ان هو لو اتحط في وانا بلعب جيج، لو هو اتحرك او طلع او نزل حتى لو مسك في الجيجايه بيكون الحربه بتاعته معديه من الجيجايه وظاهره للسمكه، اول ما السمكه بتعض بيروح الاسيست هوك ماسك فيها على طول، خلاص كده انا ايه خلاص كده انا ظبطت الدنيا وعرفت اشتغل كويس. ناكد تاني يا جماعه، الاسيست هوك يا جماعه لازم يكون اعرض من الشجايه. في واحد يقول لي ايه ما انا بعملها على طول وبتنفع، لكن صدقني هتضيع منك سمك كتير. الافضل ان الاسيست هوك يكون اعرض من الشجايه، اعرض من الشجايه. حتى واحد يقول لي ايه
طب انا ساعات بجيب جيج عريض جدا، حتى لو الجيج عريض دور على الاسيست هوك يكون عريض، حتى يا عم اضعف الايمان يكون العرض بتاع الاسيست هوك مقارب شويه للجيجايه. ده بالطريقه دي هتعرف تصطاد وربنا يكرمك وتعرف ايه تجيب اسماك كتيره. سؤال بقى هنا، في واحد يقول لي ايه، ما انا بشوف ناس حاطه مدور مدور. حضرتك دلوقتي قلت ايه؟ الحلقه حلقه لا سود درينك، انا بربط فيها الليدر مباشره وبشتغل وبربط فيها الاثنين اسيست هوك. في واحد بيقول لي ما انا ساعات بشوف ناس حاطه مدور مدور، ربطه في الليدر ربطه في مدور وربطه المدور في الحلقه اللي هي الايه، السبيت رينج او السود رينج. هل ده ينفع؟ ده ينفع في حاله واحده بس مع بعض الجيجات، مش اي جيجات. في جيجات يا جماعه بتتطلب مدور عشان خاطر اللي مخترعها ومصممها هي لازم يكون لها مدور عشان تلعب بطريقه معينه تحت الميه. يعني لما اجيب مش واحد يقول لي طب انا مش اي جيجات معايا اركب لها مدور واشتغل، لا مش اي جيجات. في جيجات معينه انا بعتمد عليها ان انا اركب لها مدور، انما مش اي جيجات. هو يفضل ان حضرتك ما تركبش اي حاجه للجيجات، هو بس الخيط الليدر يتربط مباشره ليه في السود رينج اللي هي الايه، الحلقه المغلقه يا جماعه، مباشره وتتوكل على الله وتشتغل ماشي. في واحد بقى يقول لي طب انا مش عارف يعني ايه فاست جيج وميديوم جيج وسلو جيج وماكرو جيج وشور جيج، الخمس حاجات تاني يا جماعه. فاست جيج، الجيج السريع، ميديوم جيج، الجيج اللي هو الوسط العادي، سلو جيج، الجيج البطيء، ماكرو جيج، الجيج الصغير، شور جيج اللي هو جيج الشاكمة شور يا جماعه، اللي هو يعني اللي هو ايه، حرف الشاطئ بالانجلش يعني. فبالتالي كلمة شور جيج معناها جيجنج شاطئ، انا بعمل جيج من على الشاطئ. دي بيكون ليها جيجات معينة. دلوقتي انا دلوقتي ذكرت الخمسة اهم، خمس انواع جيج. ايه الفرق بينهم؟ الفرق بينهم اولا الجيج الفاست يا جماعة، كلمة فاست تعرفها كده سريع، يعني هشتغل بسرعة على المركب. طب اشتغل بسرعة ازاي؟ امسك البوصة كده واعمل اي حركة كده وخلاص، لا لا لا، لازم حضرتك يكون في تناسق ما بين المكنه اللي في ايد حضرتك وما بين البوصه. بمعنى انا دلوقتي بحط البوصه كده تحت باطي اهو، بص يا جماعه هي بتكون مصممه اهو، دي بتتحط تحت الباط عشان خاطر تظبط معاك الشغل كويس. نركز بقى تاني، معلش النقطه دي عدت عليا. الطول بتاع البوصه من بعد المكنه لازم يكون يا جماعه في رينج حوالي 30 40 سم، فرينج اللي هو ايه، تكون تحت باطك، ما ينفعش تكون قصيره. لو انت حضرتك جبت بوصه دي قصيره دي هتبقى مشكله، هتبقى حمل كبير جدا على دراعك فهيبهدلك. فانا لازم اعمل ايه، اخلي الجيجايه، عفوا، اخلي الجيجايه بتاعتي، اخلي معلش انا اتلخبطت عشان بس كنت مشغل تكييف الجو حر بس شويه، اخلي البوصه تكون كده تحت باطي اهوت، وعشان اعرف اشتغل كويس. طب اشتغل بقى ازاي؟ اول حاجه مع الفاست جيج اللي هو الجيج السريع، هو اعرفه من اسمه. دلوقتي رحت على المركب اول مره وعايز اعمل جيجنج، ما تبداش فاست جيج، نصيحه ليك ما تبداش فاست جيج. فاست جيج عايز ناس تكون متمرسه وخبره، لان الجيج بيحتاج لياقه بدنيه يا جماعه وباور، مش اي حد يشتغل فاست جيج كده مع نفسه ويقول لك انا جبت جيجا فاست جيج واشتغل على المركب واصطاد، لا ما ينفعش. انت الفاست جيج لازم تكون متمرس في الجيج كويس، مش اي حد يصب فاست جيج عشان ما تبهدلش نفسك وتكره الرياضه من الاول. لان حضرتك لو انت جبت الشجاعه فاست وعملت ميديم او سلو او اي حركات، انت كده بتهزر وبتضيع في وقت، انت كده ما بتصطادش. هي مصممه للسرعه، ما ينفعش انا اعمل بيها ميديم او اعمل بيها سلو. جيجاه سريعه يا جماعه، انا اشتغل فاست جيج. فاست جيج ازاي؟ وانا شغال يا جماعه بلف كده بسرعه، بلف بلعب بالعود وبلف، قلب واقف شويه واروح مثلا اروح مغير سنه ماشي، افضل العب واتفرج على الناس اللي هي شغاله فاست جيج على المركب بتشتغل ازاي، واسال مره و22 واتفرج عليهم بيعملوا فاست جيج ازاي. طب بيشتغلوا ازاي؟ الميديم جيج، تاني حاجه الجيج الوسطي، يا جاي من اسمه، بمسك العود بالراحه والعب وسط في الوسط كده ماشي، مش سريع ولا بطيء. ما ينفعش ابطئ يا جماعه واعمل كده كان انا بحلم، لا ما ينفعش، لازم تكون برضو تديها الاكشن بتاعها، لان اللي مخترعها ميديم جيج، لان الجيجه دي هتديك الاكشن الصح للسمكه تحت بطريقه الميديم جيج. تالت حاجه السلو جيج، سلو جيج يعني بطيء، اشتغل بقى بمزاج، وده انا بنصح ناس المبتدئين يشتغلوا بيه. بمسك البوصه بتاعتي اهي والمكنه بتاعتي واشتغل كده بمزاج، احط جيجاه سلو واشتغل كده بالراحه، رفعه ولمتين، رفعه وثلاث لمات، رفعتين بدون لم،
اللي هو كده رفعتين وحرك الدراع نص حركه، اللي هو من الاخر ايه، حضرتك كل ما بتغير الاكشن اسلوبك في وانت شغال تعمل جيج، كل ما بيخلي الجيجات دي تحت الميه بتتنطط بطريقه معينه كانها سمكه مصابه او سمكه هربانه، فدي بتحفز الهجوم عليها اكتر. تمام كده؟ دلوقتي احنا ذكرنا الاساليب بتاع الجيج. الاسلوب الرابع في الجيج اسمه المايكرو جيج. المايكرو جيج ده بيكون جيجات صغيره خالص، وده بقى صيد يا جماعه الدماغ وصيد الناس اللي عايزه تسترخى كده وتتمتع بالجيجنج صح على المركب. المايكرو جيج، كلمه مايكرو معناها زي مثلا كلمه مايكرو باص يعني اتوبيس صغير، اللي هو كلمه مايكرو معناها شيء صغير يعني. المايكرو جيج انا بجيب جيجات صغيره كده واحط لها اتنين هوك وخط، البريد بيكون رفيع والليدر بيكون رفيع والعده بتاعته خفيفه ومكنه خفيفه، اقعد على المركب كده مع نفسي العب بالراحه بالراحه شغل اللي كده، بص هدوء خالص. دي بتعمل ايه؟ اولا بتحرك، بتعود دراعك وجسمك على اسلوب الجيجنج، وبتخليك شويه بشويه تتدرب. زي مثلا انت مثلا ايه، بتتعلم السواقه مثلا ما ينفعش مثلا اول ما تركب العربيه كده تدي الغيار الاول والثاني والرابع والخامس وبعد كده تروح دايس على 120، انت كده هتودي نفسك في 60 دقيقه. تعمل ايه؟ اول حاجه بتعلم السواقه، بتمشي بالراحه، ادي وقت تدي العربيه الاول وتمشي، العربيه خلاص مش تخليك على الثاني، تمشي يوم اتنين ثلاثه الثالث رابع لحد ما تبقى خلاص خبره في السواقه كويس، وبعد كده تسرع عشان تعرف تتعامل مع العربيه. كذلك الصيد يا جماعه، ما ينفعش من اولها تمسك عد الجيجي وتعمل لي كده على المركب وانا بصطاد وانا مش عارف ايه، هتتبهدل، ممكن تضيع الجيجات منك كتير ما انتش مش فاهم. تالت حاجه هتبقى مجهود بدني عليك كبير جدا وعصبي، ممكن تلاقي ناس جنبيك بتعمل جيج وبتطلع سمك كتير وانت مش عارف تطلع سمك، فنفسيتك هتكون وحشه. فانت تعمل ايه؟ لازم تبدا، لو انت مبتدئ ابدا بالمايكرو جيج والسلو جيج، تبدا بالاثنين دول. حلو. ثانيا اضيف لحضراتكم، وانت قبل ما تطلع تعمل الوقت، انت خلاص جبت عده الجيج وخلاص وظبطت نفسك وتروح تصطاد، اتفرج على فيديوهات كتير، اكتب مثلا على النت سلو جيجنج، ميديوم جيج، فاست جيج، شوف الناس بتشتغل ازاي. الاسيويين يا جماعه ليهم اسلوب في الصيد، هو عموما اللي اخترع الجيجنج عموما اليابانيين وبلاد شارك اسيا، وبعد كده الامريكان طوروه والانجليز والعرب، والموضوع تطور شويه يعني، وفي ناس عرب يا جماعه ومصريين بسم الله ما شاء الله على مستوى عالي جدا في الجيجنج، وناس بامانه 7 نجوم. فانت ما تقولش مثلا ايه، لا يا عم ده الرياضه دي بتاع رياضه امريكيه او يابانيه انا ما مش عارف، لا لا لا، انت لازم تكون عندك ثقه في نفسك، طور اخترع غير من اسلوبك، في واحد عجبتك حركه منه على المركب خدها زود عليها حاجه، ما تبصش على الناس وانت بتعمل جيجنج. لو انت اتعلمت، لو انت مبتدئ بص عليهم، طب لو انت اتعلمت خليك ركز مع نفسك في عودك وانت شغال. ماشي. حاجه هاكد عليها مهمه جدا جدا، لو انت بتعمل جيجنج وشغال حضرتك على المركب، ما ينفعش تقعد، انا رميت الجيجايه وصلت خلاص للقاع او قربت القاع وعامل دب دب، افضل شغال كده وافضل اعمل جيج لحد ما ابص الاقي جيجايه قدام عيني وانزل والعب، انت جاي تتعب وتتبهدل. ليه بقى؟ مبدئيا يا جماعه المركب وهي بتعمل جيجنج، المركب بتكون مش رامي البروسي، المركب بتكون حره فوق الشعب. فواحد يقول لي فوق اي شعب؟ مش هي فوق شعب، الرئيس بيختار مثلا عمق 20 متر 30 متر 50 متر 100 متر وبيوقف في المكان دوت عشان يبقى حضرتك تبقى نازل في نظام تدريجي كده. تمام. انت بقى بتعمل ايه دلوقتي؟ معظم الاسماك يا جماعه اللي هي بتاع الجيجنج بتكون اسماك قاعيه. في واحد يقول لي يعني ما فيش جيج وسطي او فوق شويه، فيه، بس معظم الاسماك اللي حضرتك بتستهدفها للجيجنج بتكون اسماك قاعيه اسفل تحت عند الشعب. واحد يقول لي طب انت بتقول لي كده ليه؟ ليه بقى؟ انت حضرتك وانت بتصطاد ما ينفعش ارميها واروح مشغل كده كده كده، لا، السمكه يا جماعه ليها محيط تحت بحكم الكيس الهوائي اللي في بطن السمكه. كل سمكه يا جماعه ليها كيس حويصله هوائيه، السمكه لما بتطلع الحويصله ايه؟ دي بتتنفخ، لما بتنزل تحت الحويصله دي بتفضي الهواء. خلي بالك هي مش سبحان الله مش بمزاج السمكه، هو موضوع ربك خلقه زي النفس كده بتاعك تلقائيا داخل طالع، نفس الموضوع. السمكه ليها نظام معين، لما بتطلع فوق للاعلى الحواصله بتتنفخ ترفعها، لما بتنزل الحواصله ايه بتقل. فالسمك اللي هو تحت في القاع، لما حضرتك بتكون بتلعب جيجنج، خليك مثلا بتلعب جيجنج على عمق مثلا كام؟ 50 متر مثلا نزلت القاع بتلعب في ال 10 متر اللي هو في محيط السمكه، او 7 متر اللي هو مثلا ايه؟
انت بالنسبه لك انت مثلا بعد ال 40 متر، وبالنسبه للسمكه مثلا بعد المتر اللي هو اخر 10 متر فتحت في القاعه، وانت بتلعب فيه والشجاع ما اتحرك كده وكده كده، السمك شايفها فبيلاقيها في المحيط بتاعها فبيروح طالع ليها. طب حضرتك ماسك الشجاع بتاعتك وشغال، السمك يشوفها كده وفجاه العيار راح طلعت 20 متر 15 متر 30 متر، عمره ما يطلع وراها لسببين: عشان الحواسيب الهوائيه بتاعته مش هيتهيئوا ان هو يطلع بالسرعه دي في التوقيت ده، عشان بالنسبه له ده انتحار. تاني حاجه ان وسط المايه يا جماعه، والمايه من فوق ده بقى المكان الخطر للسمك، العجام بقى، الباراكودا والدراك والقروش والاحجام بقى، الشغل ايه اللي هو بالنسبه لها خطر، فبالتالي بالنسبه لها دي هي بتغامر ان هي تطلع ورا الجاب المسافه دي بسرعه. فريت حضرتك وانت بتعمل جيجنج دلوقتي، انت بتعمل ايه مثلا؟ شغال جيجنج اهو على عمق مثلا 50 متر، نزلت على ارض اهو قبل الارض مثلا، بعد الارض ب 2 متر، اطلع 10 15 متر وقف وانزل تاني، اطلع 10 12 متر وانزل تاني، العب في المحيط ده للسمكه. طب حضرتك قررت كده وانت شغال، قررت انك انت تاخد تغير اسلوبك وتطلع فوق السنه، لو انت عملت كده ما توقفش غير والشجاع قدام عينك. في واحد يقول لي لا انت كده بتخترع وبتقول كلام اي كلام، لا انا خلي بالكم يا جماعه، الموضوع ده حصل معايا عملي من اسبوع بالظبط. كنا بنعمل جيجنج على المركب، انا وراجل محترم جدا اسمه عم عمرو، كنا مجموعه رماس، كنا مجموعه كامله جدا محترمين، كلنا اهل. كان معانا، انا مش عايز بس انسى حد، كان معانا مجموعه بقول لك بتعمل جيجنج، كان معانا استاذ عمرو استاذ احمد بيعملوا جيجنج، وانا كنت بعمل جيجنج جنبيهم كده يعني، واحنا بنلعب جيجنج شغالين، استاذ احمد من الشرقيه راجل محترم، هو شغال اتلهى او في حد كلمه فهو واقف كده، لما وقف يا جماعه احنا شفنا جرم بيض على عمق 2 متر على سطح الميه، بص على الجيجايه، لما الاستاذ احمد وقف هو بص على الجيجايه، بص هو كان متابعها طالع معاها من تحت، اول هو كان هيهاجمها، خلي بالك اول ما حس ان هي مش سمكه، لان الاستاذ احمد لما كان شغال راح وقف مره واحده، لما وقف في الشجار وقفت قدامه كده هو عارف انها مش سمكه، راح سابها، راح لف وراح رجع تاني. فده درس انا شفته بنفسي عمل يا جماعه، لو حضرتك شغال بالجيجاو وقررت انك تطلع بيها لحد بره على وش الميه ما توقفش، العب بالجيج لحد سطح الميه، في سمك بيكون طالع معاك ومتابعك، اول ما حضرتك بتغير الاسلوب بتاعك يعرف ان دي مش سمكه وروح ضايع منك. في حاجه مهمه برضو عايز اركز عليها كويس جدا يا جماعه، مهمه جدا جدا دلوقتي، انا خلاص معايا الجيجاي تمام كده، ورميتها في الميه خلاص هنزلها عشان اصطاد، وانت ما تفكش للجيجاي كده وتسيبها هتلعب مع نفسها، لا بص الجيجاي لما بتصب لها الخيط وبيكون نازل سلس، الجيجاي بتنزل بحركه تدي ايحاء للسمكه دي انها مش سمكه. حضرتك امسك الخيط سنه وهي نازله، ما تمسكوش جامد يعني، امسكه ايه يعني، حرب عليه كده خفيف، الشجاع ما تكون نازله مستقيمه وحضرتك بتمسك وتسيب كده، تمسك وتسيب وهي نازله، تروح عامله كده وتروح عامله كده وتروح عامله كده وتروح عامله كده، بتدي شكل سردين او شكل اي سمكه هربانه، بتدي شكل افضل وشكل احسن ان دي سمكه، وان دي مش حاجه عباره عن حاجه صناعيه للسمكه او كده يعني. فانت حضرتك وانت منزل الخيط امسك عليه باصبعك كده خفاف كده، مرات كل 4 5 متر امسك ماسك كده وسيبه تاني، خليه ينزل يعمل شكل كانه ايه، كأنه شكل سمكة تمام كده. زي ما قلت لحضراتكم وزي ما حكينا دلوقتي عن طريقة ان انت بتنزل الخيط ازاي للسمكة، اتفرج على فيديوهات كتير يا جماعة، اتعلم من واحد واثنين وثلاثة واربعة، كل يوم هتتطور في الجيج وان شاء الله هتبقى خبرة وهتبقى برنس. في بقى حاجة مهمة عايز اركز عليها كويس جدا يا جماعة، لو خلاص انا نزلت الجيجاية وشغال وعمال اعمل جيج وتمام التمام، حاجة مهمة جدا جدا الناس ما تنساش يا جماعة، الناس تركز في دي كويس، اوعى حضرتك تكون قافل دراج المكنه، حذار يا جماعه من قفل دراج المكنه وانت بتعمل جيجنج. ايه الدراج؟ نرجع تاني اهو ده دراج المكنه، حضرتك اوعى تروح قافل ديت. واحد يقول لي طب انا هظبط ازاي؟ لو المكنه دي مثلا مكتوب عليها مثلا ماكس دراج 15 كيلو، انت حضرتك هات حاجه 10 كيلو او 12 كيلو وزن وشد عليها لحد ما تلاقي ان السمك المكنه خلاص بتاخد معاك كده، خلاص انت ظبطت الدراج بتاعها على ان هي خلاص تستحمل. واحد يقول لي طب انا اظبط دراج ازاي؟ انا مش فاهم. دايما تظبط الدراج على التلتين، يعني ايه التلتين؟ لو الدراج 15 كيلو اظبطه على 10 كيلو، لو 10 كيلو اظبطه على 7 كيلو، اظبط خلي التلتين ليك وتلت للسمكه تمام كده. فانت حضرتك ظبطت الدراج، ظبطت الدراج بتاع المكنه خلاص تمام تمام، والسمكه بتشد معاك وبتاكل معاك، اول ما السمكه بتضرب معاك حضرتك تعمل ايه؟
بتروح لاكع واحدة واثنين وثلاثة. ما ينفعش السمك خلاص مسكت معاه روح شد وداخل، ممكن الهوك ما يكونش ظابط في السمك كويس. لازم حضرتك الهوك يكون ظابط، يعني يكون متعشى في السمك، ضغط السمك خلاص معاك خدت مرة واثنين، تروح راجع لها واحد اثنين ممكن ثلاثة كده، اللي هو ايه تلكع كام لكعة كده حلو، بحيث انك تشبط الهوك كويس. الدراج بتاعك يكون ايه مظبوط على المكنة، يكون الدراج بتاعك مفتوح سنة، ما يكون لو الدراج مقفول وجت سمك قوية وراحت شدت معاك هتلاقي الخيط فرقع منك والدنيا باظت. ماشي خلاص خدت السمكة واحدة واثنين وثلاثة، بتلاقي الحجاب الحاجز بتاعها داخليا اتأثر من اللكعة بتاعتك، مع برضه ان في حاجة بتساعد يا جماعة في صيد السمكة، ان حضرتك لما تسحبها من عمق 50 متر ل 40 متر 20 متر انت بتعمل تغيير في ضغط المية، فده بيترتب عليه ان السمكة خلاص بتفقد الوعي وبتطلع معاك يعني شبه مسلمة. طب السمكة طلعت معاك وخلاص وجاي على كده، حاجة أكد عليها مهمة جدا يا جماعة جدا جدا، وأنا بلعب الجيجنج لازم أكون لابس جوانتي في إيدي. أوعى تمسك خيط البريد بإيدك، أوعى حتى لو الجاج جا بينك وبينها متر في الماية، أوعى لازم تكون لابس جوانتي، لأن خيط البريد يا جماعة لو لف على صباعك أو أنت مش واخد بالك وسمكة شدت البريد مش زي الخيط النايلون، البريد هتلاقي صباعك ده طار. الجوان ده يا جماعه مهم جدا 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 لعمليه ايه الصيد الجيجنج او الطعم الصينيه عموما. خلاص دلوقتي انا خلصت الموضوع تمام التمام والموضوع خلص، واصطدت والسمكه طالعه معايا وبطلع السمكه، حذاري 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 بعد ما اطلع السمكه واحطها على الميه ان انا امسك فك السمكه بايدي يا جماعه في الاول خالص، اوعى، لان انت لو مسكت فك السمكه عند الجيجاه والسمكه لف اللعبه دماغها كده والجيجاه مسكت في ايدك انت كده ضيعت نفسك. واحد يقول لي طب انا اعمل ايه؟ ايدك الشمال اهي اهي، تمسك السمكه من مكان امان بعيد عن الفك خالص، تمسك السمكه من مكان كويس واليمين تكون فيها زرادية، يبقى ايدك الشمال في مكان امن في السمكه وايدك اليمين تكون ماسكه زرادية. خلاص افك بالراحه الجيجاية او الهوك من السمكه واروح مطلعها واروح ماسك السمكه قاتلها بسرعه. انا شرحت في كذا فيديو قتل السمكه يا جماعه، كل ما تموت السمكه بسرعه كل ما يكون طعم السمكه ممتاز جدا. لو سبت السمكه تتنفس كتير بتفرز مواد اسمها لاتيك اسيد في جسم السمكه، بتحصل تيبس للعضلات فبتخلي طعم اللحم مش كويس. السمكه خلاص مسكتها بايدك الشمال وفكيت بزراديه تمام تمام وطلعت سمكتك، موت السمكه بسرعه. من بعد الخنشوم كده بتروح قاطع المكان دوت، او حضرتك شوف طريقه ازاي انك تموت السمكه بيها، كل ما تموت السمكه اسرع كل ما تاكل سمكه طعمها جميل جدا وهتدعي لي بامانه. خلاص كده احنا اتكلمنا او لمينا معلومات عن الجيجنج. معلش يا جماعه اي حد بيصور فيديوهات ساعات كتير مع كتر الافكار في دماغ الانسان ساعات ممكن ينسى حاجه، ممكن يزود حاجه، ممكن ينقص حاجه. لو تكرمت لو انا نسيت حاجه او في حد عايز يضيف معلومه يكتبها تحت في التعليقات، في انا نسيت حاجه حد عايز يذكرني من الاخوه الصيادين ناس محترمين برضو يكتبها ايه تحت، ان شاء الله باذن الله اعرف ارد عليه. في حاجة مهمة جدا جدا برضه عايز انبه عليها يا جماعة، ان انا وانا بصطاد جيج اكد كويس جدا للاعماق. لو انا نازل على اعماق كبيرة حاول تجيب جيجاج لو اللي هي بتنور، الشيج اللي بنور ده يا جماعة بينفع في الاعماق. فواحد يقول لي ايه طب انا خلي بالك هل الالوان ليها ارتباط بصيد الجيجنج؟ يعني كل واحد وليه وجهة نظر بصراحة، بس انا من رأيي الاسلوب بتاعك وانت بتصطاد هو الافضل. يعني كل ما يكون اسلوبك صح وعاطي اكشن صح كل ما بتحفز الهجوم للسمكه صح. تمام ده كان شكل من اشكال ايه الصيد بالجنج. تمام في حاجه برضو مهمه جدا عايز اكد عليها وعايز الناس تنتبه لها كويس، الحاجه اللي عايز الناس تنتبه لها كويس ان في، معلش انا المفروض كنت قلت دي في اول الفيديو بس انا يعني اسمحوا لي، يعني في اتنين بوص او شكلين بوص مختلف لصيد الجيجنج وفي مكانتين مختلفين. اول حاجه في البوص العادي اللي هو احنا اللي ورد حضراتكم دلوقتي، البوص الثاني اسمه بوص كونفنشال. ايه الفرق بين الاثنين؟ البوص كونفنشال اللي هو بيبقى المكنه راكبه فوق هنا كده اهوت عامله زي مكنه الجر بس يكون حجمها اصغر شويه، بتكون راكبه فوق ودي تستخدم برضه في صيد الجيجنج. معلش انا نسيت اقولها في اول الفيديو. ده شكلين من اشكال البوص، هم في اسيا وفي امريكا بيعتمدوا على البوص الكونفنشال او المكنه الكونفنشال في صيد الجيجنج. في مصر هنا في ناس بتصطاد بيها بس احنا بنحب الشكل ده افضل يعني. تمام بالنسبه لصيد الجيجنج. واحد يقول لي طب انا ممكن اجيب ديه اجيب البوصه دي واشتغل بيها جيجنج اللي هي الكونفرنشال تشتغل جيجنج، طب اجيب البوصه العاديه؟ تشتغل دي يا جماعه بوصه ومكنه مخصصين لصيد الجيجنج اسمه كونفرنشال، المكنه نفسها كونفرنشال عامل زي الجر بس تركب فوق المكنه شويه فوق العود شويه ويبقى العود مصمم لكده.
انما الصيد العادي التقليدي بتاعنا بيبقى مكنه عاديه وعود عادي اللي هو مخصصين للجيجنج بورد، تمام كده؟ ده بالنسبه لايه؟ لمكن وحاجات شغل الجيجنج. في حاجه مهمه هاكد عليها يا جماعه، مهمه جدا جدا برضو، مش اي خيط برد هجيبه واركبه على المكنه وسط الجيجنج. ساعات برضو بيبقى فيه بوس مكتوب عليه من 5 ل 40 مثلا، او مثلا من 60 ل 120 ليبره. الخيط مكتوب عليها بريد لاين بي ال، اللي هو البريد لاين يا جماعه انا استخدم خيط قد ايه للبوصه دي قوه تحملها. ما ينفعش يكون قوه تحمل البوصه 40 مثلا 70 ليبره وانا راكب لها مثلا خيط 120 ليبره، ده هياثر على مستوى البوصه وممكن تتكسر. لو الخيط اقل سنه مفيش مشاكل، انما اكتر لا. حاول تخلي برضو الخيط اللي هو بيستخدم لعمليه الجيجنج يكون برضو كل، بص يا جماعه، كل ما عمليه الجيجنج كانت متكامله كل ما بتديك طريقه صيد احسن وطريقه صيد افضل. دي كانت معلوماتنا عن الجيجنج. الجيجنج يا جماعه رياضه جميله جدا، فيها اسماك كتير من امتع الاسماك اللي حضرتك تشوفها في حياتك. معظم صيد الجيج بيكون في النهار يا جماعه، وفي صيد الجيجنج ليلي بس النهار بيكون افضل، لان النواجل وكل الشرايف كل الشغل الكويس ده بيكون في النهار. بالليل بيكون كويس بس مش بقوه النهار، وبالتالي برضو ان صيد النهار في السمك ما بيكونش كتير يعني، فالجيجنج بيكون احسن، لان الجيجنج تحت حتى السمكه لو مش جعانه زي ما حكيت قبل كده، السمكه لو مش جعانه يا جماعه وشافت جيجاية او السمكه بتلعب في المحيط بتاعها بتتنطط مثلا بالشكل ده كده على الميه، انت كده دي كده بتمثل تهديد ليها، فهي بتروح تهاجمها بدافع ان هي ده المحيط بتاعها ودي منطقه نفوذي، فانت ما ينفعش تيجي هنا. في واحد يقول لي انا اشتغلت جيجنج يا جماعه ربع ساعه تلت ساعه ما فيش، لا اشتغل ربع ساعة نص ساعة ساعة مفيش مشاكل، ريح 5 دقايق واشتغل تاني. طب الجيجاية دي مش شغالة، غير الجيجاية. طب الطريقة دي مش نافعة، غير. وكل ما كان العدد اللي على المركب شغال جيجنج أفضل كل ما بيحقق نتائج أفضل. في حاجة برضو مهمة جدا أكد عليها يا جماعة ناس تنتبه لها، لو احنا مثلا أربعة بنعمل جيجنج على المركب، ما ينفعش إن الأربعة قال يا جماعة توكلنا على الله ننزل مع بعض ونطلع مع بعض، ده غلط. نعمل إيه؟ واحد نزل مثلا انا بعديه مثلا ب 20 ثانيه، بعديه ب 15 ثانيه، بعد 5 ثواني، نحاول نخلي الجيجات وهي طالعه وهي نازله يا جماعه في اماكن مختلفه تحت للسمك عشان تدي ايحاء ان دي فعلا اسماك. انما ما ينفعش بقى نعمل زي طابور المدرسه، نطلع 10 جيجات وننزل 10 جيجات، السمك تحت هيقول لك انتوا بقى بتشتغلونا، انتوا مش جايين تصطادوا. فهمت؟ فافضل حاجه اني لا 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 لا. ان الجيج يا جماعه يكون ينزل ويطلع في اوقات مختلفه، الحاجات دي يا جماعه بتحقق نتائج صيد افضل. اتمنى حضراتكم تكون استفدتوا ونكون ضفنا حاجه جميله يعني جديده كده على اخواتنا الصيادين. اختم بقى يا جماعه باخر حاجه اللي اسمها الشور جيجنج. معلش انا طولت شويه في الفيديو بس معلش، الجيجنج ده الواحد لو يحكي عنه عايز صراحه يعني ساعات كتير، فانا بحاول على قد ما اقدر الم معلومات يعني وافيد اخواتي الصيادين. اخر حاجه الشور جيجنج. يعني ايه كلمه شور جيجنج يا جماعه؟ شور جيجنج جايه من المسمى شور جيجنج، يعني جيج من على الشط. واحد يقول لي ايه، طب انا دلوقتي هنعمل شور جيجنج ازاي؟ انا هسهلها لك عشان ما احكيش كتير ده فيه واضيع وقتكم، هسهلها لك فوق ما تتخيل. هتروح تجيب حضرتك بوصه كاستنج. واحد يقول لي بوصه كاستنج تنفع للجيج شور جيج؟ هما الاثنين تقريبا واحد، لكن بوصه الشور جيج لو طولها 2 متر 70 تبقى ممتازه جدا. يعني حضرتك حاول ما تخليهاش مثلا هي 3 متر 3 متر وحاجه، كل ما بيكون طولها وسطي كل ما تكون افضل. حضرتك بتجيب بوصه كاستنج، مكنه كاستنج برضو، واخد بالك؟ بس بوصه ومكنه يكونوا كويسين للكاستنج عادي خالص، وعليها بريد بتاع كاستنج، كل حاجه حتى الليدر كل حاجه واحد. اللي بيختلف حاجه واحده بس، حضرتك بعد ما بتحط ربله بتاع كاستنج بتحط جيجايه اسمها شور جيج. الجيجايه بتاع الشور جيج يا جماعه بيكون حجمها صغير، بتكون 40 جرام 35 جرام 30 جرام. ايه الفرق بين الكاستنج والشور جيج؟ واحد يقول لي ده حضرتك انت قلت هما نفس الشكل بالظبط، هما فيهم بعض الاختلافات، بس انا قلت لك كذا مره ان الفيديو ده للمبتدئين فانا مش عايز اصعب الموضوع على الناس. بتجيب الجيجايه بتاع الشور جيج بتركبها، دي بقى ممكن حط لها مدور مفيش اي مشاكل، حتى اي نوع منها حط له مدور. حضرتك بتحط المدور عادي خالص، والمدور بيكون ميزته جميله جدا
عشان لو حضرتك هتغير الجيجاية كل شوية بتكون أفضل، بدل ما تقطع الليدر وتبوظ الدنيا، فأنت فك المدور وطلع الجيجاية وحط واحدة غيرها. كذلك لو بتعمل كاستنج، أنا إن شاء الله بعمل درس على الكاستنج مفصل ماشي. بتستنى تشتغل بقى إزاي بقى؟ واحد يقول لي طب أنا طب هم يعتبر نفس عدة الكاستنج، طب هل أشتغل بنفس الأسلوب؟ لا، هنا بقى الاختلاف بقى. أنا بعمل إيه؟ في شكلين يا جماعة للشور جيج عايزين نركز فيهم، في شكلين، في صيد اعماق شور جيجنج وفي صيد شط شور جيجنج، الاثنين من على الشط بس الاستهداف مختلف. نبدا ان انا دلوقتي انا عايز مثلا اعمل شور جيجنج من على الشط، واقف على الشط وما اعرفش العمق اللي قدامي كام متر. هنعتبر مجازا العمق ده مثلا 50 متر 60 متر 70 متر. هقول لك على طريقه سهله جدا وممتازه جدا عشان ما تضيعش الجيجات اللي معاك، وركزوا كويس في الكلام ده. هو انا بجيب البوصه بتاعتي والخيط البريد بتاعي تمام تمام اجي في خيط الاخر خيط برد، اروح رابط اي طوبه من على الشط، اي حجر من على الشط، الرابط فيه خطه خيط نايلون رفيع، واروح رامي تحت عشان توصل للعمق. اول ما توصل للعمق طبعا 100% هتشعب، هتمسك في الصخور منك. فانت حضرتك ايه نظريا كده شوف الـ 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 المكنه اتاخد منها خيط قد ايه بعينك كده واحفظ. خد مثلا 50 متر، خد 20 متر، خد 30 متر، يبقى انا كده عرفت العمق اللي قدامي كام متر ماشي. طب اعمل ايه بعد كده؟ اروح طالع اقطع واروح طالع رابط الليدر بتاعي ورابط الشور جيج بتاعتي الجيجايه، واروح رامي، وقبل ما توصل للعمق اللي انا حفظته مثلا بخمس ستة متر اروح واقف واعمل بقى ايه. بص بقى سيادتك ركز في الاسلوب ده كويس، حضرتك بتروح تعمل ايه؟ بتروح مثلا تاخد اتنين وتلف لفه، تاخد ثلاثه وتلف لفتين، تاخد اربعه مثلا وتلف لفه واحده، تاخد مثلا خمس ست اللي هو تعرف وممكن ايه؟ واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين ممكن ثلاثة أربعة. افضل اعمل أشكال مختلفة وأنت طالع من القاع لحد السطح ده، بترتب عليها إن هي بتطلع الجيجات بتعمل كده كده كده، ومرة تهدى كده ومرة توقف كده ومرة تحرك كده، فبتمسح دلوقتي السطح أهو العمق ده مثلا 50 متر، حضرتك نزلت على 40 متر، وأنت شغال من 40 ل 30 ل 35 ل 20 25 الجيجات بتمشي بشكل مختلف، فبالتالي بتدي فرصه لاسماك كتير في المحيط تيجي لها، حتى لو على بعد 100 متر، لو على بعد 200 متر بيجوا لها، وحضرتك بتصطاد سمك كتير. تركز تكون واقف منتبه وتكون مستعد دايما. الشورجيج في عيب يا جماعه، لو خبطت معاك سمكه اوعى اوعى تريح، ما تريحش، الدراج بتاع المكنه زي ما ذكرت يكون مفتوح، مش مفتوح على الاخر، مفتوح بحيث انه يكون ايه يعني ياخد مع السمكه. انشف على السمكه اديها اول لك عقول اتنين وانشف عليها وشغال واطلع على طول بيها، ما تريحش، لان الشور جيج يا جماعه السمكه معظم السمك بيكون قريب من الشعاع المرجانيه. انت حضرتك مثلا انت طالع بالجيجيه اهو، انت قريب من السطح، فمعظم لو انت رخيت السمكه بتروح داخله في الشعاع من كده بوسط الدنيا تمام كده. ده بالنسبه للشور جيج لو انت بتصطاد على اعماق. حلو. طب دلوقتي لو انا عايز اصطاد على شط شور جيج، انا واقف كده اهو ابص يمين وابص شمالي، الشط اهو في عمق مثلا 3 4 متر يمين و 3 4 متر شمال او على عمق متر، بتعمل حاجه واحده جميله جدا، بتروح ماسك الجيجاه بتاعتك رميها بعيد على مسافه مثلا ايه 50 متر 60 متر، يعني مثلا إيه؟ على حرف البحر، مش في وشك بقى في العميق، لا على الطرف يمين، بس خليك طبعا ايه حسب دراعك، انت تصطاد باليمين ولا تصطاد بالشمال، شوف انت هترمي في يمين او هترمي شمال. المهم تروح، انا دلوقتي انا رميت على شمالي على طول الشط ما بين الشعب وما بين الشط، افضل اشتغل بسرعه كده يا جماعه شمال في اليمين، لما خبطه ولما لكعه ولما لكعه ولما كده، ما تريحش، لو ريحت الشجاعه تنزل تحت منك في الشعب تضيع، دي عايزه سرعه. فالشجاعه بتعمل ايه بقى؟ الشجاعه بتروح تلعب كده على وش الماء طرطش، فبتجيب برضو اسماك كتير على وش الميه، اسماك حلوه، ممكن نجله ابو عدس، ممكن بياض، ممكن اسماك كتير. يبقى في فرق بين الاثنين، الشور جيجنج بتاع القاع يا جماعه مختلف عن الشور جيجنج اللي على الشط البحر تمام. الاثنين يعني ايه؟ الاثنين نفس العده ونفس الطريقه، بس المختلفه ان لو انا على الشط بشتغل بطريقه اسرع شويه تمام. دي كانت معلومات عن الشور جيجنج. الشور جيجنج في برضو حاجات كتير خالص، حضرتك برضو ادخل على النت على اليوتيوب شوف فيديو واثنين وثلاثه عن الجيجنج وعن الكاستنج وعن الجر تريلينج وعن البوبنج. التعوم الاصطناعيه يا جماعه، التعوم الاصطناعيه يا جماعه عايزه خبره عاليه قبل ما تعملها عملي. ما تفرحش، انا شفت واحد بيعمل بوبنج، ده معاه بوست بوبنج مثلا، او معاه بوست جيج، او معاه بوست كاستنج، او معاه عده رولينج جر، او معاه عده اي شكل من الطعوم الاصطناعيه، اروح شاريها تاني يوم وشفت لي فيديو او اتنين خلاص اشتغل. لا،
الحاجات دي عايزه تركيز يا جماعه، عايزه فيديو واثنين وثلاثه وعشره، احفظ الموضوع كويس نظري وبعد كده ادخل فيه عملي. في حاجه بقى عايز اختم بيها ودي عايز الناس تنتبه لها كويس جدا 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 يا جماعه، حذاري معلش حذاري، تروح تشتري عده جيجنج غاليه في البدايه، اوعى تروح تشتري عده جيجنج غاليه في البدايه. واحد يقول لي انت بتقول كده ليه؟ هو انت هتجيب مثلا مثلا يعني العربيه اللامبورجيني مثلا، زي العربيه مثلا اللي هي الموديل مثلا 1950؟ لا، هو في فرق بين الاثنين. ما هو حضرتك برضه للاسف اللفظ ما ينفعش تكون ما بتعرفش تسوق وركبك عربيه لامبورجيني، مع احترامي لكل الناس يعني. فانا عايز تفهم الموضوع كويس، انت مستواك في الجيجنج ضعيف، لسه ما تعرفش حاجه في الجيجنج، ما تروحش تجيب لي مكنه شيمانو او مكنه دايوه او مكنه ستيلا مكن معدل 10 وتجيب لي مثلا بوصه عامله 1000 ونص 2000 3000 جنيه وفي اكتر، وتروح تجيب لي مثلا باكت بريد ماركه وجيجات على اعلى مستوى، وانت حضرتك اصلا ما بتعرفش تستعملهم. اللي هينتج عنه انك هتقف على البحر هتصطاد هتشعب الجيجايه، وممكن المكنه تقول يكون انت ناسي مثلا الدراج مقفول تقطع منك، ممكن مبوظ الدنيا وهتخسر فلوس كتير. تعمل ايه؟ انا ما بعرفش اسوق، الوقت ما بعرفش اسوق بروح المرور بتعلم في عربيه تعبانه، اي كلام، اتعلمت السواقه كويس بعد كده اخش في عربيه احسن. خلاص يا عم، ما تبقى متطور في السواقه تبقى برنس، هات عربيه ان شاء الله حتى تركب احدث عربيه في العالم. الجينج نفس الموضوع، انت مستواك ضعيف في الصيد يبقى انت تجيب عده ضعيفه او عده رخيصه، دي مش عيب يا جماعه ولا احراج. روح مع اي حد، هات مكن جيجنج رخيص، اكوا مارين، اي مكنه، عود جيج خفيف نسبيا بس حاجه صيني كده بالمتناول، بريد لاين سعر رخيص، جيجايه رخيصه، هتشتغل مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، بقيت متمرس وتعرف تعمل ازاي وتعرف تحمي جيجاتك ما تشعبش منك ازاي وتعرف تعمل لو خبطت معاك سمكه ازاي، وخلاص انت جسمك ودماغك اتعود على اسلوب الجيجنج، خلاص اروح اشتري عده جيجنج متطوره فهعرف اصطاد بيها وهعرف احميها واحافظ عليها. فحذار يا جماعه ان انت تكون مبتدئ جيجنج وتروح تقول ايه ده انا اجيب احسن حاجه، غلط غلط، هات حاجات رخيصه اتعلم فيها الاول، وبعد كده يا عم بعد ما تتعلم مره واثنين وثلاثه وخمسه ولقيت نفسك بقيت تمام، هات حاجات غاليه عشان خاطر تحافظ عليها وما تبص منك تزعل. تمام، ده كان موضوعنا عن الجيجنج ودرسنا عن الجيجنج. اختم بحاجه اخيره يا جماعه، اختم بحاجه اخيره، ده يكون على وسطك وانت بتعمل جيجنج على المركب. تمام، اهو حزام الجر بيكون على وسطك، البوصه بتاع الجيج وهي معاك كده حضرتك، ما شوفش ناس يا جماعه حاطط البوصه كده رفعها كده عمودي خلاص هيوديها عند النجوم وبيعمل جيجنج، ما ينفعش البوصه تكون كده على حرف الميه، خبطت معاك سمكه حلوه ما ترفعش البوصه كده وتعمل لي جيج، لا انت كده هبقى انت كده هتعك الدنيا. خلي البوصه الى حد ما مايله 90 درجه ناحيه الميه، حتى لو معاك سمكه كبيره حاول يا جماعه لحد على يعني انت حاول على قد ما تقدر ما ترفعش البوصه ناحيتك جامد، حتى لو معاك سمكه خلي البوصه مايله نسبيا ناحيه الميه عشان يبقى في انسيابيه للبوصه، لان البوصه دي ليها قوه تحمل، ممكن قوه تحمل السمكه اللي معاك 20 كيلو بس حضرتك لما ترفع البوصه كده جامد انت خليت البوصه يبقى قوتها 10 كيلو بس، لان انت حطيتها في وضع مش مظبوط، انت موقفها كده ما ينفعش. خلي البوصه كده وانت تعمل جيج، هات له معاك سمكه كبيره وانت بترفع خليك هادي مع البوصه، ما ترفعش البوصه عليك كده مباشر، خلي البوصه تكون يعني ايه مايله نسبيا ناحيه المايه. تمام، هقول تاني، خيط البريد ده يا جماعه ما يتمسكش بالايد، لازم يكون معاك جواندي. خيط البريد ده يا جماعه ما الاقيش واحد يكون مثلا يعني بيعمل جيج وراجع ورا سنه مش فاهم في الصيد كويس ويخلي خيط البريد يبقى على حرف المركب، ما ينفعش، خيط البريد يكون منه المايه مباشره. تمام، لو الجيجاية وعرت منك ولا حاجة لا قدر الله وانت بتحاول تفكها وكده، لو هتمسك الخيط البريد ما لقيش واحد مثلا ماسك لي خيط البريد على حرف المركب وبيشد كده، الخيط البريد حساس هيترقع من الحرف المركب، امسك البس كوند في ايدك او امسك قماش او بص على اي حد جنبيك من الجماعه اللي بيصطادوا، قول لهم يا جماعه ممكن حد بس يساعدني، كله محدش هيكسل ان يساعدك. هتروح عامل ايه؟ هتروح رابط الخيط كويس على ايدك وتروح تشد مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، هتلاقي ان شاء الله باذن الله الخيط قطع، لا اما الشجاعه طلعت لا اما الخيط قطع من عند الليدر،
وبالتالي الليدر برضه بيلعب دور مهم برضه يا جماعه، زي ما ذكرنا ان ليه ادوار كتير. ليه مهم برضه؟ ان البريد لو شعب بيبقى صعب جدا يقطع، وبالذات لو بريد سمكه تخين، فالليدر كويس بيكون نقطه ضعف برضه للبريد. تمام. هاكد تاني، اتفرج على رباطات كتير للبريد على النت، وانا ان شاء الله بعمل فيديو على الرباطات. اتفرج على فيديوهات كتير، اتعلم، اسال مره واتنين وتلاته، ما تبداش بعده غاليه، وان شاء الله ربنا يكرمك وهتحقق نتائج كبيره جدا. معلش طولت عليكم، اتمنى اكون استفدت من الفيديو، واشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو تاني. اترككم في حفظ الله وامنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.